السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أن تحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، أن تتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء وبرد الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. في المحاضرات الماضية كنا تحدثنا عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي عند منقلبه من الطائف، بعد أن أساء أهل الطائف يومها استقباله وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم يرشقونه بالحجارة حتى سالت الدماء من عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. ثم سأله غلامه زيد: يا رسول الله، كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك؟ كيف تدخل على أهل مكة وقد أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي يسأله أن يدخل في جواره مكة، ففعل ذلك وأمر بنيه وقومه أن يخرجوا بالسلاح، ثم وقف في رحبة الكعبة، ثم أعلن على الملأ أنه قد أجار النبي محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. ده بيقودنا أحبابي إلى ظاهرة اللجوء السياسي الذي يلجأ إليه بعض المضطهدين وبعض المظلومين وبعض المستضعفين عندما يفرون بدينهم من الفتن. وللأسف كان في الماضي الفرار من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. اليوم يبدو أن القضية معكوسة، وأن الفرار من بعض ديار الإسلام التي ابتليت ببعض الطغاة والجبابرة والمستبدين بها، فأصبح الفرار منها إلى البلاد التي كانت تسمى ديار حرب. فأصبح هؤلاء المستضعفون والمضطهدون والمظلومون يجدون في ديار غير المسلمين ما لا يجدونه في بعض ديار المسلمين. طب ماذا عن هذا؟ الإسلام منها اللجوء السياسي معناه الحماية التي تمنحها الدولة فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها الحماية. فاللاجئ السياسي هو الشخص الذي طلب تلك الحماية من دولة معينة أو من دولة بعينها لأسباب معينة. طبعا ليس هذا هو الأصل. الأصل أن يقيم المسلم بين أظهر المسلمين تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، ولا تنبغي له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب علم أو توسعة في رزق أو فرار بدين ونحوه. والشرط في مقامه خارج ديار المسلمين أن يكون، وكما قلنا مرارا وأكدنا تكرارا، أن يكون قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه، مع استصحاب قصدي العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك. وذكرنا أيضا وأكدنا أن مسلمي هذه المجتمعات المواطنون الأصليون
النيتف سيتيزن في هذه المجتمعات ممن أسلموا لله وجوههم ينبغي أن يحرصوا على تشبثهم بالإقامة في هذه البلاد وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الدين والصبر على ما يصيبهم من بلاء، لأنهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. ليس بينه وبين قومهم حواجز لغوية أو حواجز ثقافية أو مجتمعية أو تاريخية، هم أنطق وأبين وأفصح في نطقهم بلسان قومهم. ما يقبل أن يعني بمجرد أن يسلم الشخص يفر إلى بلد من بلاد المسلمين، ده مقبول بصورة مؤقتة لطلب علم، لتحسين لغة، لكي يحسن دينه ويستقيم لسانه وتنصقل مفاهيمه ومعلوماته الشرعية، يأخذ شهادة شرعية من جامعة إسلامية، يطلب العلم على يد شيخ من الشيوخ في حلقة من حلقات العلم. يعني كل هذا مقبول ومطلوب، لكن على أن يكون هذا بصفة مؤقتة وعارضة، وينبغي أن يعد عدته أن يرجع لكي يوطن دعوته ولكي يوطن دينه في هذه المجتمعات، الذي هو أنطق وأبين في التعبير وفي التوصيل من غيره. طيب، لكن إذا استضعف المسلم وتعرض للفتنة في الدين وخشي على نفسه أو على من جعلهم الله تحت سلطته وتحت ولايته من زوجة وذرية ضعفاء، تشرع له الهجرة إلى حيث يأمن على نفسه ويتمكن من عبادة ربه، إلى حيث يكون قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه. فإن أرض الله واسعة لا تضيق بمن يريد عبادة ربه. ألم يقل الله جل جلاله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والقاعدة أن المسلم يقيم حيث يكون أرضى لله وأعبد له، وحيث يكون أنفع لدينه ولعباده، بل أحيانا قد يكون قعوده عن الفرار بدينه يعني وعن التحول من دار الفتنة ودار الاستضعاف إلى دار العدل على الأقل، فقد يكون قعوده عن ذلك محرما لقول الله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن وسائل الانتقال والخروج من الاستضعاف أن تطلب اللجوء السياسي على النحو الذي سبق تفصيله، سواء أكانت هذه الهجرة إلى بلد مسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يبدأ به إن تيسرت له أسبابه، أو إلى بلد غير مسلم من بلاد العهد إن تعذر عليه الخيار السابق. الدور العالم في هذه الأيام تنقسم في الجملة إلى قسمين: إلى دار إسلام وإلى دار عهد. إلى دار إسلام وإلى دار عهد، نعم، لأن الاتفاقيات ما بين الدول، تمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء والعلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حولت العالم في الجملة إلى دار عهد. فالدار إما دار إسلام وإما دار عهد. لو رجعنا إلى الخطاب القرآني وجدنا أن القرآن يتضمن إشارات إلى تقسيم الدور إلى ثلاثة: إلى دار إسلام، وإلى دار حرب، وإلى دار عهد. من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا من دلالات بعض الآيات القرآنية. اقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. انتبه للتقسيم: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. من قتل مؤمنا خطأ في دار إسلام فإن عليه الدية والكفارة. نعم، فتحرير رقبة مؤمنة هذه الكفارة،
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. هذا من قتل مسلما في دار الحرب ليس بيننا وبينها عهد ولا ميثاق، عليه فقط إيه؟ الكفارة وليست عليه الدية. الآية لم تذكر الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. النوع الثالث، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق دار العهد فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فحكمها حكم دار الإسلام في هذه القضية. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ففي هذه الآية إشارة إلى هذا التقسيم، القتل إن وقع في دار الإسلام أوجب الدية والكفارة، وإن وقع في دار حرب أوجب الكفارة فقط، وإن وقع في دار عهد أوجب الدية والكفارة كدار الإسلام. فالدور في هذه يعني بإشارات هذه الآية ثلاثة، إما دار إسلام أو دار حرب أو دار عهد. نعم، ونظر لدخول العالم كله بأجمع في اتفاقيات سلام دولية وتبادل السفارات وتمثيل دبلوماسي ونحوه، تحول إلى دار عهد وانقسمت الدور أمامنا إلى قسمين، دار إسلام ودار عهد. يا طبعا استثناء إذا وقعت حرب أو أعلنت حرب فعلية مع دولة من الدول، بدل يعني الاستثناء الذي ينطبق عليه أنه دار حرب. مجمع الفقه الإسلامي الدولي أشار إلى هذا المعنى في أحد قراراته المجمعية. نعم، يقول: وغاية جهاد الطلب ومقصوده تبليغ رسالة الإسلام دون إكراه للناس على الدخول فيه، لقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولقول الله سبحانه: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ولقول الله سبحانه: إن عليك إلا البلاغ. ثم يستطرد القرار فيقول: وفي هذا النوع من الجهاد وفي ظل الظروف المعاصرة على الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جعلت العالم دار عهد تسمح فيه الدول بالتنقل وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة واستخدام مختلف وسائل الحديثة ووسائل الاتصال المعاصرة وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات وفي مختلف المجتمعات. طيب، الأدلة على اللجوء السياسي أو طلب الجوار والحماية ليس فقط حادثة دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في جوار المطعم ابن عدي، وإن كان هذا موقفا كبيرا وجليلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظ هذا الموقف للمطعم ابن عدي، ويوم غزوة بدر يوم أن ساق المسلمون 70 أسيرا إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى هؤلاء الأسرى وقال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له، لقد كان هؤلاء جميعا سينالون حريتهم لو أن المطعم بن عدي قال كلمة واحدة: يا محمد دعهم لي، لو قالها لتركه له النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بالرغم من كل سوابقهم الإجرامية، ويعني ولكظم كل نوازع التشفي والانتقام منهم تقديرا لكلمة كان سيقولها المطعم بن عدي أو شفاعة يشفعها له. وبقي أن نذكر أن المطعم بن عدي عاش مشركا ومات مشركا، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لكنه كان صاحب نجدة وصاحب مروءة، وقد رأينا من مروءته عندما عاد من الطائف أنه أجار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند عودته من الطائف، ودخل النبي مكة في جواره. ابن القيم يحكي هذه القصة فيقول: فعند منقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف قال له زيد:
كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. فلما انتهى إلى مكة أرسل رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي: أدخل في جوارك؟ فقال نعم. فدعا بنيه وقومه وقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلم وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم وأولاده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. ابن الأثير يحكيها بطريقة أخرى فيقول: وأصبح المطعم وقد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه، فدخلوا المسجد فقاله أبو جهل: أمجير أم متابع؟ فقال: بل مجير. فقال: قد أجرنا من أجرت. أمجير أم متابع؟ فقال: بل مجير. فقال: قد أجرنا من أجرت. الموقف الثاني أو الدليل الثاني من أدلة اللجوء السياسي: دخول أبي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة وكان كافرا. إن أبا بكر عندما اشتد الأذى واشتدت وطأة المجرمين في مكة على المسلمين فيها، ورأى من تظاهر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه ما رأى، استأذن رسول الله في الهجرة فأذن له. فخرج أبو بكر مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة وكان سيد الأحابيش في مكة، فقال له: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. يعني فقال: ولما مثلك لا يخرج؟ والله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع وأنت في جواري. نعم. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخير، فكفوا عنه. لكن الهنا في القصة دي ما كملش ما تمش، لقد وقعت واقعة بعدها جعلت هذا الجوار ينتهي. لقد كان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح، فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا أسيفا، إذا قرأ القرآن استعبر وبكى وأبكى من حوله، فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته ولما يشجيهم به من ندي صوته. فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا له: إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، انتبه، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فمره أن يدخل بيته فيصنع فيه ما شاء، يقفل عليه الباب ويصلي جوه. فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. فقال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. وتحمل أنا تبعت المسؤولية عن صلاتي في هذا المكان، أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فقال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش،
إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم وصاحبكم، أنا ماليش علاقة بيه، عايزين تعملوه اعملوه. إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم وصاحبكم. أيضا موقف آخر، هجرة أو إجارة نعيم النحام من قبل قومه. نعيم النحام من السابقين إلى الإسلام، كان إسلامه قبل إسلام عمر، لكنه لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة، لم يهاجر إلا قبيل فتح مكة، يعني ظل مقيما بين أظهر قومه. ليه؟ كان رجلا معطاء كريما، كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم، فلما أراد أن يهاجر قال له قومه: أقم بيننا ودن بأي دين شئت واكفنا ما كنت تكفينا من كفالة أيتامنا، ما لنا شغل بما تتعبد به، احنا يهمنا الجانب الخير، أنت كنت تكفل أيتامنا فلتستمر هذه الكفالة ولك الحرية في أن تتعبد كما تشاء. أقم وأدن بأي دين شئت واكفنا ما كنت تكفينا من كفالة أيتامنا. ويعني أقام بينهم ولم يهاجر إلا قبيل فتح مكة، لأنه كان آمنا بين أظهر قومه وقادرا على ممارسة شعائر دينه. الزبير يقول: ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيم إن قومك كانوا خيرا لك من قومي، إن قومك كانوا خيرا لك من قومي. طبعا أدبا قال: يا رسول الله بل قومك خير، بل قومك خير يا رسول الله. فقال: إن قومي أخرجوني وإن قومك أقروك. أنا قومي طلعوني من، يعني طلعوني أخرجوني من مكة، لكن قومك رضوا أن تقيم بين أظهرهم. إن قومي أخرجوني وإن قومك أقروك. فقال: يا رسول الله، وانظروا إلى أدب الصحابي الجليل، إن قومك أخرجوك إلى الهجرة، إلى عبودية جليلة جميلة راقية يكف الله بها الذنوب، والهجرة تجب ما قبلها. إن قومك أخرجوك إلى الهجرة وإن قومي حبسوني عنها، فلا يزال قومك خيرا من قومي، رضوان الله عليهم. هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة ودخولهم في جوار النجاشي، وكان يومئذ كافرا. مش فقط هذه أحداث ومواقف في زمن النبوة، بل استمر هذا المعنى يدركه علماؤنا ويفهمونه ويطبقونه عند الاقتضاء. لقد ذكر ابن حزم أن ابن شهاب الزهري، وكان أحد أئمة المسلمين الكبار، كان عازما على أنه إن مات هشام ابن عبد الملك سوف يلحق بأرض الروم، إن مات هشام ابن عبد الملك سيلحق بأرض الروم. ليه؟ لأن الوليد ابن يزيد الخليفة التالي بعده كان قد نذر دمه إن قدر عليه، بتحلف له أول ما يبقى في إيده السلطة والقرار سوف يبطش به ويسفك دمه، لأن الوليد ابن يزيد كان قد نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الوالي بعد هشام. فأجمع ابن شهاب الزهري أمره على أنه إذا مات هشام ابن عبد الملك سيب البلد بالكلية ويلحق إلى حيث يكون آمنا على نفسه، فمن كان هكذا فهو معزور. ابن حزم رحمه الله يقول: وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان أهل الحرب عليهم ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره. والعلماء ذكروا جملة شروط في هذا فقالوا: أولا توقع الظلم بيقين أو بغلبة ظن، لا يحمله على الفرار واللحاق بأرض معادية إلا توقع الظلم بيقين أو بغلبة ظن من قومه، وينبغي أن تكون البداءة بالتماس اللجوء إلى بلد من بلاد الإسلام أولا، فإن لم يتيسر كانت عنده رخصة اللجوء إلى غيرها. مسألة مهمة جدا، الحمد لله أهل الدين الحق
لا يتورطون في شيء من يعني من ذلك، ألا يظاهر غير المسلمين على المسلمين، لا بمقاتلة ولا بإفشاء أسرار ولا بالدلالة على عورات. مش معنى أنت انتقلت لظلم وقع عليك أن تدل على عورات المسلمين وأن تفشي أسرارهم العسكرية والاقتصادية ونحوها، أن خصومتك مع حاكم مستبد، لكن ليست بينك وبين قومك خصومة، فلا تزال جماعة المسلمين على أصل إسلامها، ولا تزال على أصل حرمة دمائها وأموالها وأعراضها وممتلكاتها ومرافقها العامة. وحفظ الجوار مع من لجأ إليهم لا يستلزم بالضرورة خيانة الأمة أو خيانة الملة. يبقى الشرط الثاني ألا يظاهر غير المسلمين الذين لجأ إليهم على المسلمين، لا بمقاتلة ولا بإفشاء أسرار ولا بالدلالة على عورات. أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل بالحال أو بالمقال من كل بحسب قدرته، لأن المسلم المغترب كما قلنا مرارا تناط به رسالتان، الأولى حفظ الإسلام على أهله، والثانية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ومن كل بحسب جهده وطاقته بلسان المقال لمن كان قادرا على ذلك، فمن عجز عنه فبلسان الحال، بالسمت الحسن، بالخلق الطيب، بالمعاملة الكريمة، بالتقيد بالقوانين الموجودة التي لا تخالف الشرع ولا تضاده. وأن يعتبر نفسه في غربته على ثغر من ثغور الدين فلا يؤتى الدين من قبله. طب واحد بيقول مش منظومة اللجوء السياسي أليست من جملة الطواغيت؟ قوانين الوضعية والتحاكم إليها عندما تقبل بها وتتحاكم إليها، أليس هذا رضا بالطاغوت وإقرارا له وإيمانا به ونحو ذلك؟ لا، هو فيه طبعا تفصيل فصله الشنقيطي رحمه الله عندما قال اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض والنظام الذي لا يقتضي ذلك. الأنظمة الوضعية ليست سواء، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان إداري وشرعي. أما الإداري فهو الذي يراد به ضبط الأمور واتقاؤها على وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، زي قواعد المرور مثلا. أنت عندما تتقيد بقواعد المرور لا تتحاكم إلى الطاغوت، لأن هذه مسائل إدارية يراد بها استصلاح أحوال البلاد والعباد ومشاركة في مقصود حفظ النفس، وهو المقصود الذي اتفقت عليه الشرائع السماوية بل والقوانين الوضعية. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه بدأ يكتب أسماء الجند، راح جاب ديوان وكتب في أسماء الجند المجاهدين في سبيل الله عز وجل ليعرف من غاب ومن حضر، وعنده سجل يحصي أسماء المجاهدين. وكشرائه دار صفوان ابن أمية وجعلها سجنا في مكة المكرمة في زمن النبوة، وزمن أبي بكر لم يكن هنالك سجن. في زمن عمر تسعت رقعة الدولة وكثر المخالفون والمجرمون، فمست الحاجة إلى جد دار إيقاف، إذا قتل شخص لكي لا يهرب من القصاص يودع في هذا المكان إلا أن يبت في أمره، إما أن يعفو عنه ولي الدم أو أن يقبله بالدية أو أن تقام عليه عقوبة القصاص. فيحتاج تنظيم المسألة إلى إيجاد دار إيقاف على هذا النحو، ففعلها عمر بن الخطاب عندما اشترى دار صفوان ابن أمية في مكة وجعلها سجنا. فمثل هذه الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور وضبطها مما لا يخالف الشرع المطهر لا بأس به، ومن ذلك تنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع المطهر، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع، لا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. يبقى دي
يعني يبقى في الجملة هذه يتكلم عن قضية اللجوء السياسي عندما يوضع تحت المجهر الشرعي أدلته الشرعية ضوابطه الشرعية التي تبقيه في إطار القبول الشرعي ولا يخرج ولا يهتك به أصحابه حرم الشريعة ولا يعتدون به حدود الله عز وجل. يعني بقي بعد هذا كلمة تعليق على الأحداث الراهنة والدروس المستفادة منها، المشاهد الأليمة التي تتتابع وتقض مضاجعنا وتفجع قلوبنا ليلا ونهارا صباحا ومساء. ابتداء مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الحديث، سمعوا لهذا الحديث يعني جيدا، ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. في الحديث الصحيح المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ما معنى لا يسلمه؟ لا يلقيه إلى الهلكة ولا يتركه عند من يؤذيه. لا يسلمه، لا يلقيه إلى الهلكة ولا يتركه عند من يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وبمناسبة الفقرة الأخيرة من الحديث، من السلف من يقول: لقد رأينا أناسا لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، ولقد رأينا أخينا كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم ولم يتخوط فيها أحد من الناس. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الدروس المستفادة: التداعي إلى الجماعة والائتلاف، التناهي عن الفرقة والاختلاف. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا خطاب للمجاهدين في خنادقهم وللساسة الذين يجاهدون جهادا سياسيا في مواقع أخرى. إنه خطاب للأمة كلها في مختلف تجلياتها. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني مسألة مهمة جدا ضبط الشعارات. أحيانا نرفع شعارات أكبر من إمكاناتنا وأكبر من طاقتنا. حديث في مثل هذه المحن عن الخلافة والدولة الإسلامية العالمية، كم الكبير الضخم ده يستنفر عداوة العالم أجمع، يجعل الدنيا بأكملها تتحزب لعداوتك وتتجمع للفتك بك. إن أحد الساسة يعني كان يقول: أنا من حزب هم صنعوه ولا أحكم بالإسلام، ولم يصبروا علي عندما أعلنت المولد النبوي عطلة رسمية
ولا يوم يحتفل به الناس، طبعا بصرف النظر عن مضمون الاحتفال بالمولد يعني تلك قضية أخرى، لكن في هذا المقام الرجل يقول إن أي لمسة دينية لم يصبروا عليها إن المتآمرين والمتربصين لا يطيقون سماع الحديث عن مثل هذه الشعارات الكبرى. يعني لو بقيت المسألة في الحدود الوطنية المحلية التي يفهمها العالم، أن تخاطب الناس بلغة يفهمها العالم ولا تستجلب عداوات مبكرة. الذين قدموا من بلاد بعيدة ليدعموا هذا المشهد إنما قدموا وقدمت معهم بعض أوجاعهم، وأرادوا أن يفرضوا هذه يعني الطرفية في التفكير على المشهد، بدلا من أن يكونوا في خدمة هذا المشهد جاءوا ففرضوا بعض غلوهم وبعض أفكارهم التي كان لها دور، مع جملة أسباب أخرى طبعا ليست وحدها قطعا، لكن هذا من الدروس المستفادة، أن تطلق من الشعارات ومن الكلمات ما يفهمه الناس من حولك، ألا تستكثر من العداوات، لأن التوفيق أن تحيد من استطعت وأن تتألف من استطعت وأن تحصر دائرة الصراع ودائرة المواجهة، فلا تتسع الرقعة ولا يتسع الخرق على الراقع. من المحن للأسف الغرب عنده سقف معين في التعامل مع الأحداث العربية، هذا السقف أن تبقى هذه الأحداث محرقة وحرب استنزاف للمناطق المحلية، وبالتالي هو بيعمل البالانس ده التوازن ده، لا يريد أن ينتصر طرف على طرف، طرف ضعف شوية يقويه قليلا لتستمر المعركة ليستمر الاستنزاف. وهذا الشرك للأسف أن بعض الداعمين للمشهد العربي جعلوا أنفسهم مرتهنين بهذه النظرة الغربية لم يخرجوا عنها، فأسهموا من حيث لا يشعرون ولا يدرون في أن تتحول هذه المناطق إلى محارق وإلى مهالك، انتهوا من العراق ويريدون أن ينتهوا أيضا من الشام، ويبقى كل دول المتاخمة للكيان الصهيوني بتتدمر واحدة وراء التانية. وهذا الكلام ليس استنباطا وليس تذاكيا، ده واقع أحبابي. أحد أنا شفت مقالة في نيويورك تايمز صاحبها بيقول وهرويل من أهل هذه البلاد، لا مسلم ولا عربي ولا 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 ولا, ولا شيء. نعم، يقول في سوريا ستخسر أمريكا إذا فاز أي طرف، في سوريا ستخسر أمريكا إذا فاز أي طرف، إن فوز أي من الأطراف سيكون غير مرغوب فيه بالنسبة للولايات المتحدة. نعم، لهذا يجب أن تكون حرب الاستنزاف هي هدف بلادنا، والطريقة الوحيدة لإنجاز هذا هي تسليح المتمردين، يعني هكذا تعبيره، كلما بدا أن قوات السيد الأسد في صعود، ووقف إمدادهم إذا ظهر أنهم سيفوزون في الواقع. ثم قال في النهاية إن ما يقترحه ليس أكثر من وصف لواقع عملي يجسد سياسة قادة بلاده تجاه هذه الثورة. فالصورة التي يديرون بها المشهد أن تتحول هذه المواقع إلى حرب استنزاف وتدمير وإبادة، ويعطوا قدر جرعات أسلحة خفيفة بالقدر الذي تستمر به الطحن والسحق والاستئصال والتحطيم والتهشيم، وفي النهاية هذا جيد جدا بالنسبة لربيبتهم في هذه المنطقة. فأن يرتهن الموقف الرسمي كله الموالي حتى للثورة، أن يرتهن كله لكي يدور في هذه النظرة ولا يتمكن من الخروج منها، ولا أن يقدم إمدادات قوية تستطيع أن تحسم الصراع في النهاية لصالح الحق والدين، للأسف كان من المحن الكبرى التي أسأل الله جل وعلا أن يقينا شرها. وعلى كل حال فقد جولة
لا يعني خسارة المعركة كلها. إن الطريق طويل، وإن الأمل في رحمة الله جل وعلا يتجدد دائما. وفي غزوة أحد، انتهت غزوة أحد، فتاني يوم الصحابة أمروا أن يخرجوا في جراحاتهم إلى حمراء الأسد يكملوا المشوار، فخرجوا يجرون جراحاتهم معهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يعني معنى هذا أن التكليف لا يزال ماضيا، وأن الأمل لا يزال متجددا، وأن الانكسار في موقف لا يعني خسارة المعركة برمتها، وإنما على من يعني يقومون في هذا المشهد أن يجمعوا شملهم وأن يهددوا جراحاتهم وأن يستبشروا وأن يجددوا ثقتهم في الله عز وجل، وأن ينتظروا وعده، وأن يتعرفوا على الأسباب التي أدت بهم والتي أصيبوا من أجلها وبسببها لكي يتداركوها. وإن الموعد الله، وإن الملتقى بين يديه، وفي النهاية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.